مشو انا على حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لانه بدي بقول ما عنديش الا انا سكر في اسم حياة إشري. الأخت اللي خدت أنا ديك الدرية اللي مريضة اللي شتوها دابا كما كتشوفوا هنا هي فين كانت ناعسة، حتى واحد ما كان كيجي عندها، كنا غير حنايا كنا بوحدنا، حتى جاوا واحد الدريات صحاباتها هما اللي لاحوها في فيسبوك كما تشوف في الانترنت، هما اللي لاحوها عاد الناس بداو كيجيو يشوفوها. اديتوها عند الجمعيه ديال لاله شلبي؟ لا كاينه جو مشينا 40، ملي مشينا 40 واحد قال بدا على ماما قال لها الا بغيتي بنتك تبرى حطي شي مليون بحال هكا الا بغيتيها تبرى في 40. قالت لي قالت لي لا، قال لها سيري الا ما بغيتهاش تبرى. الوردي ولا عيط لكم؟ اييه سي الوردي هو اللي عيط لينا، قال ماما بغيت نشوف البنيه. قالت لي اييه، قال لها المهم انا غنتعاون معاها، هي في جده مستشفى الساحل. اه البنيه بنتي حنان مريضه، انا اسمي إشري الحسين، ساكن في سيد الخضير الحي حسني. بنتي مريضه بمرض، الحمد لله ربي ونشكره مرضى بحكم سيدي ربي، الله يشفي جميع المسلمين. هذه هي بلاصه ديالها تنعس، المهم مهلوكه شويه، مشات للسبيطار، المهم ما تقدرش شي غرض، المهم الحمد لله حيت الامكانيات ما كاينينش، ماناش امكانيات على قد الحال، انا خدامه في قهوه حاجه بسيطه والكرا، المهم قصحوا لي شويه والدراري خمسه في هذه البنيه المعوقه. ايوا هادشي هو اللي كاين، وداروا واحد الحصه، واحد اللي الشيميني داروا عاونات بها رمضان، ما سميتو شاي، المهم صبنا التعيينه ولحوا شي الدراري في الفيسبوك، وهي هذيك الحمد لله فاش سي الوزير دار هذا الاجر هذا، وكنشكر لاله سلمى حتى هيايا، كنشكر سيدنا الله ينصرو وعاش الملك. حنا هنا كاملين هنا هي لالا، وهي كانت معاوناني صراحة، كانت كتخدم معاوناني. ايوا الحمد لله ربي ونشكرو، كنحمد ربي ونشكرو، حيت ما كنتش كنت كندمر عليهم نصلحهم طالب باش يطلعوا وليدات مصلوحين، وكنطلب لسيدي ربي تبارك وتعالى يعطيني الولاد وعطاني الملك ديال سيدي ربي ملكونا، فرحان به فرحان به وحمد ربي وشكره، والله يشافي جميع المسلمين، وتنشكر الناس كاملين اللي هو ساهم في هذا الاجر هذا، وتنشكر الشاشات وتنشكر جميع العمال، وكنشكر سيدنا الله ينصره وشكرا. Thank you.